تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من غزة. حركة لها إرثها التاريخي والنضالي، وتتميز عن بقية الفصائل بمواقفها. وجهت لها العديد من الاتهامات بتشييع بعض أفرادها بسبب علاقتها مع دولة إيران. كل هذه الأسئلة نستضيفها الدكتور نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. أرحب بك دكتور، ونورتنا على شاشة الفلسطينية. أهلا وسهلا. في البداية دكتور، لو بدأنا من ملف المصالحة الفلسطينية، يعني دائما المصالحة الفلسطينية يكون لها العديد، تدخل فيها العديد من المراحل ومن ثم تعود إلى نقطة الصفر. أنتم في حركة الجهاد الإسلامي كيف تنظرون إلى ملف المصالحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤكد أن حركة الجهاد الإسلامي سعت دوما من أجل أن يكون الوضع الفلسطيني الداخلي قويا ومتماسكا، ورغم أننا لم نكن طرفا في الصراع الداخلي إلا أننا تضررنا منه، لأن الانقسام انعكس سلبا على الوضع الفلسطيني برمته. وبالتالي نحن لم نتوقف عن بذل الجهود طوال السنوات الماضية من أجل لأم الصف واستعادة الوحدة الداخلية، بل أكثر من ذلك، نحن لا ننظر إلى المصالحة على أنها فقط خطوات إجرائية مثل تشكيل حكومة أو غيرها. نحن نؤمن تماما أن المصالحة يجب أن تتحقق وفق أسس صلبة، وأن يكون هناك برنامج توافقي بين الفلسطينيين، وأن تنسحب المصالحة على ملف منظمة التحرير الذي يعني كل الفلسطينيين. وبالتالي نحن متضررون من استمرار هذه الأجواء في الساحة الداخلية، ويهمنا كثيرا أن نصل إلى التوافق. المصالحة بالنسبة إلينا يجب أن تكون جزءا من التوافق حول البرنامج السياسي وحول الآليات وحول الأطر أيضا التي تضمن وجود جبهة فلسطينية متماسكة، وأيضا تضمن تمثيلا حقيقيا لكل القوى الموجودة في الساحة. نعم. طب أنت كنت يعني لك بعض كان لك بعض الجلسات في القاهرة في المصالحة، يعني لو تضعنا على آخر الإشكاليات حتى هذه اللحظة. نحن لم نشأ لحظة أن نتحدث عن تفاصيل في وسائل الإعلام حتى لا نزيد الإثارة، أو حتى لا نزيد البلبلة الموجودة أصلا. هناك إشكاليات موجودة، لكن نحن نأمل أن تتواصل المساعي من أجل تجاوز هذه العقبات. نحن لن نيأس رغم أن الأزمة الداخلية طالت واستغرقت وقتا طويلا وجهدا أيضا كبيرا منا، لكننا لن نيأس، لأننا مؤمنون أن لأم الصف الداخلي يعني قوة أكبر في مواجهة إسرائيل وعدوانها المستمر على شعبنا. نعم دكتور أبو رشاد، بالنسبة لمسألة التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، يعني سجلت العديد من الخروقات من قبل الاحتلال في الفترة الماضية، كيف تقيمون هذه الخروقات، وهل سيكون لكم رد أم سيكون التزامكم كبقية الفصائل؟ الكل يعرف أن اتفاق التهدئة جاء في أعقاب حرب الأيام الثمانية. نعم. التي نسميها نحن في الجهاد الإسلامي السماء الزرقاء، ويسميها الإخوة في حماس حجارة السجيل. نعم. حرب الأيام الثمانية سجلت حضورا لافتا لقوى المقاومة، على رأس هذه القوى كانت حماس والجهاد الإسلامي. وفي أعقاب هذه الحرب كان هناك اتفاق التهدئة الذي وضعت حركة الجهاد الإسلامي مع حركة حماس بصمات واضحة فيه برعاية مصرية. ونظن أن اتفاق التهدئة كان متوازنا،
وخدم شعبنا. هناك خروقات من إسرائيل بلا شك، هذه الخروقات تدرس وتقيم، ونحن لا نتصرف وحدنا، هناك شركاء لنا في الساحة الداخلية، وهناك أيضا أطراف أخرى على رأسها الإخوة المصريون، الاتصالات معهم لا تتوقف، والأمر يتم تقييمه بين فترة وأخرى، وفي النهاية سنعمل ما يحقق مصلحة شعبنا ويخدم قضيته. نعم. طب هل أنتم في حركة الجهاد الإسلامي تقبلون بهذه التهدئة، أو كنتم قابلين بإقامة تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي أبان الحرب؟ قبلنا بها بالتأكيد، ونحن طرف في هذه التهدئة، ونظن أن العالم كله لاحظ دور حركة الجهاد الإسلامي، ليس في هذه الحرب فقط، ولكن في كل المواجهات السابقة، وفي كل مرة يحدث فيها تصعيد. وأيضا العالم لاحظ دور حركة الجهاد الإسلامي في الحراك السياسي، وبالتالي نحن ننظر دائما إلى الأمور بواقعية وبمنطقية. الواقعية تحتم علينا حماية شعبنا والدفاع عن ثوابته وحقوقه، وفي نفس الوقت نقدر الظروف الميدانية التي تعيشها الساحة الفلسطينية والظروف التي تمر بها المنطقة، ولذلك نحن كنا طرفا في التهدئة الأخيرة. نعم. إسرائيل منعت دخول القياديين دكتور رمضان شلح والدكتور زياد النخالة إلى قطاع غزة، في المقابل فيما سمحت لقادة من حركة حماس بالدخول إلى قطاع غزة، كيف يعني تنظر إلى هذا التمايز في التعامل من قبل إسرائيل؟ طبعا ربما حاولت إسرائيل أيضا إرباك الساحة الفلسطينية من خلال هذا الأمر، لكن بالنسبة لمنع الأخ الدكتور رمضان عبد الله شلح والأخ الحاج زياد النخالة، فهذا شرف لهما بلا شك. أن تمنعهما إسرائيل من دخول غزة فهذا بلا شك وسام يوضع على صدريهما، ونظن أن المسألة تحتاج إلى نضال طويل. هناك أكثر من 5 ملايين فلسطيني في الشتات، يحق لهم العودة إلى فلسطين. نعم، كانت عودة الدكتور رمضان رمزية، ورمزية مهمة في أعقاب الحرب، وكان حريصا على أن يتواجد مع أهل قطاع غزة في أجواء ما بعد الحرب، لكن الاحتلال. طب لماذا منع؟ حرمه من لماذا؟ هذا. لماذا؟ ما كانت الأسباب لمنع الدكتور؟ الاحتلال لا يعرض أسبابنا، الاحتلال يتحدث عن حركة الجهاد الإسلامي كحركة مقاومة كبيرة، ويعتبر أنها تمثل خطرا عليه، وبالتالي المنع جاء انطلاقا من هذه النقطة. هم لم يطرحوا أسبابا واضحة ومفهومة، فقط إسرائيل تحاول دائما التنغيص على الفلسطينيين، وتحاول إرباك ساحتهم الداخلية والتشويش على حياتهم. نعم. هناك التقاء وتوافق بينكم وبين حركة حماس، ولكن هذا لا يمنع من وجود خلافات على بعض المواقف. لو تضع النقاط على الحروف وتوضح لنا الخلافات بينكم وبين حركة حماس. نحن لا نظن أن الحكمة تقتضي الاستغراق في الحديث عن الخلافات، سواء بيننا وبين حماس أو مع أي طرف أو فصيل آخر. نحن لم نحب يوما أن نوسع الهوة في الساحة الفلسطينية بين الأطراف أو المكونات الموجودة فيها. هناك نقاط نختلف فيها مع الإخوة في حماس، وهناك نقاط أكثر نتفق فيها، وبالتالي نحن نسعى لتعزيز الاتفاق وتعزيز الشراكة وتعزيز العلاقات الإيجابية بيننا وبين حماس وبيننا وبين كافة القوى الموجودة. يعني ما هي جملة هذه الخلافات؟ على ماذا؟ الأفضل ألا نتحدث. نحن العالم كله يرى هذا التباين. مثلا فيما يخص الانتخابات التشريعية، الإخوة في حماس اجتهدوا وشاركوا، نحن رفضنا المشاركة، هذه نقطة خلاف. الأمر الذي يتعلق بتشكيل الحكومة أو المشاركة فيها، الإخوة في حماس شاركوا في حكومة وشكلوا حكومات، ونحن رفضنا منذ أن جاءت السلطة في عام 1994،
وأبو عمار رحمه الله يعرض علينا المشاركة، وبعد ذلك أبو مازن عرض والإخوة في حماس عرضوا، ونحن لنا وجهة نظر ولنا اجتهاد. نعم، طب هنا أسألك، موقفنا من اتفاق أوسلو، وبالتالي هذه بعض. نعم، هنا أسألك، نختلف فيه. نعم، هنا أسألك، لديكم رغبة في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، هذه الرغبة من أين جاءت؟ كون انتخابات المجلس الوطني تختلف عن انتخابات المجلس التشريعي أو الانتخابات الرئاسية. المجلس الوطني يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولا سقف لعمله باتفاق مع إسرائيل، لا توجد أي اتفاقات تقيد عمل المجلس الوطني كتلك التي تعترض طريق المجلس التشريعي. وبالتالي طالما أن المجلس الوطني يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، طالما أنه لا اتفاقات تقيد عمل هذا المجلس، طالما أن وظيفة المجلس الوطني هي صياغة الاستراتيجيات والسياسات العامة للشعب الفلسطيني، فمن الطبيعي أن يكون موقفنا مختلفا عن المجلس التشريعي الذي فقط يمثل فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تضع اتفاقية أوسلو عراقيل كثيرة في طريقه وفي الآليات أيضا التي يتبعها. وبالتالي موقفنا من المجلس الوطني مختلف عن الموقف من المجلس التشريعي. طب ألا ترى أن عدم دخولكم في الانتخابات التشريعية والرئاسية يبقيكم مغيبين عن المشهد السياسي الفلسطيني، وأنتم جزء من المجتمع والنسيج الفلسطيني؟ هذا لم يحدث أبدا. حصلت انتخابات للمجلس التشريعي في كانون 2 يناير 1996، وحصلت انتخابات ثانية في كانون 2 يناير 2006، ولم تغب حركة الجهاد الإسلامي عن المشهد. دورنا السياسي ودورنا في كافة المجالات الأخرى لا تحصره أطر محددة، ولا يمكن أن يبتصر في مشاركة هنا أو مشارك أو عدم مشاركة هناك. حركة الجهاد الإسلامي حاضرة بقوة في المشهد السياسي، هي جزء لا يتجزأ من هذا المشهد، هي تساهم في صناعته والتأثير فيه، والشواهد عديدة، آخرها الحرب الأخيرة واتفاق التهدئة الذي تلاها، وهو في جانب كبير منه سياسي أو حراك سياسي، وكل حوارات المصالحة والحوارات الهادفة إلى الوصول إلى التوافق في الساحة الفلسطينية، هناك دور رئيسي وكبير لحركة الجهاد الإسلامي فيها. وبالتالي مشاركتنا في المشهد السياسي أو حضورنا في المشهد السياسي لا تؤثر فيه على الإطلاق انتخابات المجلس التشريعي أو الانتخابات الرئاسية. طب هل يعني عدم دخولكم في الانتخابات التشريعية والرئاسية جاء أو نبع من الفقه الديني، يعني أن حرام الدخول في الانتخابات، أم بسبب اتفاقية أوسلو وهو ناتج عن اتفاقية أوسلو؟ تحاشيا لحساسيات عديدة وبلبلة كبيرة، نحن قلنا إن الواقع السياسي أو القراءة السياسية تجعلنا نبتعد عن انتخابات المجلس التشريعي. نحن نعترض على اتفاقات أوسلو جملة وتفصيلا، ونرفض الدخول في الأطر التي جاءت بها أوسلو، ومن أبرز هذه الأطر المجلس التشريعي والحكومات التي تتشكل منه. وبالتالي نحن رفضنا المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. نعم، دكتور أبو رشاد، هناك من يتهم حركة الجهاد الإسلامي أو بعض عناصر حركة الجهاد الإسلامي بالتشيع داخل وترويج فكرة التشيع داخل قطاع غزة، وأنت كنت يعني أحد المتهمين في ترويج هذه الفكرة. ستجيبني على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة نستضيف عضو المكتب السياسي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور نافذ عزم. دكتور، مرحبا بك من جديد. سألتك قبل الفاصل إذا كان هناك اتهامات وجهت لكم في حركة الجهاد الإسلامي أو بعض العناصر
بالتشيع ونشر فكرة التشيع. قبل أن تجيبني على هذا السؤال، كيف هي علاقتكم بإيران؟ أو ما طبيعة علاقتكم بإيران؟ نحن تحدثنا كثيرا في هذا الأمر، وكان الدكتور فتحي الشقاقي رحمة الله عليه قائد ومؤسس الجهاد الإسلامي، ومن بعده الدكتور رمضان شلح الأمين العام يؤكدان، ونحن جميعا نؤكد بأن علاقتنا مع أي طرف كان مرهونة بموقف هذا الطرف من الإسلام وموقفه من القضية الفلسطينية. إذا أردنا أن نتحدث عن إيران، فإيران اشتعلت فيها ثورة إسلامية أسقطت نظاما فاسدا مجرما كان متحالفا مع أمريكا وإسرائيل، وأقامت النظام الإسلامي. وعلى صعيد القضية الفلسطينية وقفت بقوة مع الفلسطينيين، ووقفت بقوة مع جهاد ونضال الشعب الفلسطيني. وكان من الطبيعي أن تكون هناك علاقة جيدة بيننا وبين إيران. هذا هو ملخص الأمر. نحن لم نتجاوز هذا الموقف أو هذه النقطة المبدئية. وفيما يخص مسألة الشيعة والتشيع، فموقفنا لم يخرج قيد أنملة عن موقف علماء وفقهاء أهل السنة علمائنا. ودائما نحن ننظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة واسعة وواعية وشمولية، ونؤمن ونعلن هذا الكلام بأن الخلافات المذهبية توجد في فترات التخلف والتراجع، ونؤمن تماما أن أعداءنا هم المعنيون بإشعال نار الفتن الطائفية والمذهبية. حصل ذلك في فترات من التاريخ ويحصل اليوم للأسف، والنتائج لا تخدم الأمة العربية والإسلامية، لا تخدم سوى أعدائنا فقط. نحن لم نكن يوما شيعة، رغم أننا نرى أن الشيعة مسلمون، نختلف معهم في بعض القضايا، لكن من وجهة نظرنا هم معدودون في فرق الأمة كما يقول معظم علماء المسلمين وفقهاء المسلمين القدماء والمعاصرين. ومن وجهة نظرهم أيضا نحن كأهل سنة جزء من الأمة الإسلامية. هناك بعض خلافات في الفروع وليس في أصول العقيدة، هناك خلافات فقهية لا شك في ذلك، لكن هذه الخلافات لا تخرج أحد الفريقين من ملة الإسلام من وجهة نظر كل فريق. وبالتالي هذا كان هو الموقف. للأسف استخدمت هذه النقطة للإساءة لحركة الجهاد الإسلامي لتقويض مشروع الجهاد في المنطقة وبالذات في الساحة الفلسطينية، ولخدمة أطراف لا تريد الخير لشعبنا ولا تريد العمل من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ولا تريد أيضا مصلحة الأمة العربية والإسلامية. هذا اتهام سخيف ومتهافت، ونظن أن كل التجربة أو كل المراحل التي عاشتها حركة الجهاد الإسلامي دحضت هذا الاتهام. حركة الجهاد الإسلامي التي قدمت هذه الكوكبة الكبيرة من الشهداء، مئات الشهداء، آلاف الأسرى، آلاف الجرحى، عشرات آلاف المؤيدين والمناصرين، والمواقف الثابتة والمبدئية، كل هذا يدحض هذا الاتهام ويسقطه. ونظن أن شعبنا وأمتنا على دراية كاملة الآن بحقيقة حركة الجهاد الإسلامي وحقيقة برنامجها وحقيقة منهجها. تعرف من هم قادتها وكوادرها وأعضاؤها وشهداؤها. وبالتالي هذا الاتهام قيل في فترة ما لإبعاد الناس عن مشروع الجهاد وليس فقط عن حركة الجهاد الإسلامي، ولتقويض مشروع النهوض في الساحة الفلسطينية وفي المنطقة العربية ككل، ولإبعاد الناس عن نموذج الثورة الإسلامية. ونعتقد أن هذا الاتهام سقط مع الزمن ولم يعد له أي تأثير. هذا كلام لا صحة له على الإطلاق، ولا يوجد متشيعون داخل حركة الجهاد الإسلامي. إذا أردنا أن نتحدث عن المسألة من الناحية التاريخية المذهبية، فحركة الجهاد الإسلامي حركة إسلامية سنية فلسطينية، رغم أننا لا نحب أن نتحدث بالمنطق المذهبي،
ونرى أنه من الضروري أن نسعى لتمتين وحدة المسلمين على اختلاف طوائفهم، على اختلاف مذاهبهم، لأن هذا سيسرع في انهاض الأمة كلها، وأيضا سيكون له دور كبير في إبعاد الهجمة إلى الوراء. نعم، هناك من يتهمكم أيضا، وأنا سمعت هذا الكلام، بأن هناك بعض الجمعيات الإيرانية، ومثل يعني لا أريد أن أسمي الجمعيات، ولكن من يتبنى هذه الجمعيات ومن مسؤول عن هذه الجمعيات هم حركة الجهاد الإسلامي، فبالتالي كان هذا الاتهام موجه لكم. هذا الكلام لا أساس له، ولا أريد أن أدخل فيه تفاصيل. على صعيد الجمعيات والعمل الخيري، توجد هنا جمعيات مدعومة من دول أوروبية ومدعومة من جهات كثيرة، ومن يريد أن يقدم المساعدة للشعب الفلسطيني بشكل صادق ومخلص فالساحة مفتوحة له. هذا كلام يعني يدخل في إطار التحريض ضد مشروع الجهاد والتحريض ضد حركة الجهاد الإسلامي والتحريض ضد نضال الشعب الفلسطيني. نعم، هناك سوف تكون زيارة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، كيف في حركة الجهاد الإسلامي تنظر إلى هذه الزيارة؟ سوف تكون له زيارة إلى رام الله وإلى إسرائيل أيضا. نحن لا نتفائل بزيارات المسؤولين الأمريكيين إلى منطقتنا، وهذا ليس موقفا عدميا وليس موقفا عاطفيا أيضا، لكنه موقف ناتج عن قراءة واعية وعن ألم نعيشه ويعيشه شعبنا وتعيشه أمتنا. نحن لم نرى من أمريكا خيرا على مدى 60 أو 70 عاما الماضية. أمريكا شريك مع إسرائيل في كل ما ارتكبته من جرائم ضد شعبنا وضد أمتنا أيضا، وبالتالي لا يجوز أن نستبشر خيرا بزيارة رئيس أمريكي للمنطقة، خاصة أن باراك أوباما في حملته الانتخابية الأولى كان قد رفع شعارات التغيير، والبعض في المنطقة ظن أنه من الممكن، خاصة أنه يأتي من خلفية ثقافية وخلفية عرقية حتى أخرى، يمكن أن يحدث بعض التغيير في سياسات الإدارة الأمريكية وفي طريقة تعاطيها مع القضايا الخارجية، تحديدا القضية الفلسطينية. لكن للأسف هذه الأوهام تبخرت، أو الأحلام تبخرت، بعد عجز باراك أوباما عن إحداث أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه القضايا العربية والإسلامية عموما. باراك أوباما في كل فرصة يؤكد دعمه لإسرائيل ومساندته لها، وهي تقتل الشعب الفلسطيني، وهي تحتل أرضه، وهي تحرمه من أبسط حقوقه، وهي تدوس على حرية الأسرى والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين. وبالتالي نحن لا نستبشر بزيارة أي رئيس أمريكي لمنطقتنا حتى لو كان باراك أوباما. نعم، كان للمقاومة في العدوان الأخير على قطاع غزة دور كبير من حيث التطور القتالي وعلى مستوى يعني امتلاكها صواريخ بعيدة المدى، هل تعتقد أن نجاح المقاومة سوف يشكل ردع لإسرائيل بعدم قيامها بعدوان جديد على غزة؟ من المؤكد أن حسابات إسرائيل مختلفة الآن بعد حرب الأيام الثمانية وبعد البسالة التي أبداها الفلسطينيون بشكل عام وجسدتها المقاومة. نحن دائما نريد أن نؤكد على هذه النقطة، أن الإنجاز الذي تحقق حتى لو لم يكن نصرا بالمعنى التقليدي لكلمة النصر، هذا الإنجاز شارك فيه الشعب الفلسطيني كله، الفلسطينيون في غزة والفلسطينيون في الضفة الغربية والفلسطينيون في المنافي والشتات، وشارك فيه أيضا حلفاء الشعب الفلسطيني الذي أمده بكل وسائل العون والمساعدة ليصمد في هذه المواجهة العاصفة. نظن أن حسابات إسرائيل اختلفت بعد هذه الحرب، وأدركت أن الفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا هدفا سهلا، ولا يمكن أن يستسلموا أمامها، ولا يمكن أن يفرطوا في قضيتهم. هذه مسألة باتت واضحة للجميع. نعم، هنا وضع الأسرى مقلق في السجون الإسرائيلية وأيضا في الميدان في الضفة وغزة، أيضا هناك جماهير ملتهبة لقضية الأسرى. سوف نتحدث عن هذه القضية ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب بك دكتور أبو رشاد. أيضا قبل الفاصل تحدثنا أن هناك وضع الأسرى مقلق في السجون الإسرائيلية، وأيضا الجماهير في الضفة الغربية وقطاع غزة ملتهبة، ولكن هل تعتقد أن هذا المستوى المطلوب من الجماهير ومن القيادة الفلسطينية؟ قضية الأسرى من القضايا الكبيرة في هذا الصراع، وكانت عنوانا بارزا لجهاد الشعب الفلسطيني وكفاحه، والسجناء الفلسطينيون دفعوا ثمنا باهظا كما الشهداء، السجناء والمعتقلون كما الشهداء أسهموا في إبقاء جذوة الصراع متقدة ودفعوا ثمنا كبيرا. عندما يسجن الإنسان لسنة واحدة فقط فهذا شيء كبير وصعب، وبالذات عندما يكون السجن إسرائيليا، فكيف إذا سجن لعشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين عاما كما يحدث وحدث مع العشرات والمئات من أبناء الشعب الفلسطيني. الإحصائيات تتحدث عن مليون فلسطيني تقريبا، نيويورك تايمز قبل أيام كانت قد نشرت تحقيقا حول موضوع الأسرى والسجناء الفلسطينيين، وتحدثت عن 850 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية منذ النكبة الثانية عام 1967، رقم كبير. وقضية الأسرى هي قضية كل بيت فلسطيني تقريبا، ورغم الخلافات التي تحدث في الساحة الفلسطينية ورغم الانقسام الموجود الآن، إلا أن الجميع يتوحد حول قضية الأسرى. مهما فعلنا نحن يجب أن نعتبر أنفسنا مقصرين تجاه هؤلاء الأبطال الذين أعطوا لحمهم ودمهم وأعمارهم من أجل فلسطين ومن أجل هذا الشعب ومن أجل مقدسات هذا الشعب. ومهما كانت الفعاليات ومهما كانت الأنشطة فهي غير كافية، ولا يجوز أن نصل إلى لحظة نعتبر فيها أنفسنا قد قمنا بكل شيء تجاه الأسرى والسجناء وعائلاتهم. هذه المسيرة يجب أن تستمر، ومنظومة الكفاح فيما يخص الأسرى يجب أن تستمر أيضا، وهي مستمرة طالما كان الاحتلال موجودا وطالما ظل هذا الصراع قائما. نعم، إذا كانت الفعاليات والأنشطة يعني غير كافية، هل الوسائل هي خطف الجنود؟ وكلنا شهدنا وعرفنا أن خطف الجنود هي من يعني تخرج الأسرى في هذا السياق. بالتأكيد، لكن هذا الأمر ليس متيسرا في كل وقت، لكن من حق الفلسطينيين أن يسلكوا كل الطرق وأن يستخدموا كل الوسائل من أجل فك الأسرى ومن أجل إنهاء معاناة هؤلاء الأبطال. نعم، كيف تنظر حركة الجهاد الإسلامي إلى الإنجاز الدبلوماسي السياسي الذي حققته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بحصول يعني مراقب غير عضو في الأمم المتحدة لدولة فلسطين؟ كيف تنظرون إلى هذا الإنجاز؟ نحن نتحدث بواقعية وأيضا بصدق، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، وأيضا نحاول دائما أن نخفف من الاحتقان في الساحة الفلسطينية. لذلك نحن لم نضع عراقيل في طريق الرئيس أبو مازن وهو يتوجه إلى الأمم المتحدة، رغم تحفظنا على هذه الخطوة، على اعتبار أن التوازنات القائمة في العالم اليوم لا تسمح بتفعيل قرارات الأمم المتحدة، سواء تلك التي تصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مفوضية حقوق الإنسان أو المحاكم التي تتبع المنظمات الدولية. للأسف هذه القرارات تصطدم بالفيتو الأمريكي، وإن صدرت عن هيئات وأطر غير مجلس الأمن فهي تصطدم أيضا بالتجاهل الإسرائيلي والاستخفاف بتلك القرارات. ولذلك نحن لا نعول كثيرا على القرار الصادر من الأمم المتحدة، لأن عشرات القرارات صدرت
فيما يخص هذا الصراع، ولم تلتزم بها إسرائيل ولم تحترمها ولم يفعل العالم لها شيئا، وهي تستخف بقرارات صادرة عن منظمات دولية ومؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية أو مفوضيات حقوق الإنسان مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك هذا القرار للأسف هو قرار رمزي، ونحن قلنا من الضروري أن نحشد موقفا دوليا ضد إسرائيل، وبدت عزلة إسرائيل واضحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إسرائيل ومعها أمريكا والدول القليلة جدا هي التي تقف في جانب، والمجتمع الدولي كله تقريبا يقف في جانب. هذا أمر جيد، لكن على الأرض من ناحية عملية للأسف القرار لم يغير شيئا. إسرائيل مستمرة في نفس سياساتها، وإسرائيل تدخل رام الله وتدخل نابلس وتدخل جنين، فهل يعقل أن تدخل إسرائيل إلى مدن في دولة اعترف بها المجتمع الدولي كله بهذه السهولة ولا يتحرك المجتمع الدولي؟ نحن لا يجوز أن نبالغ في تلك الخطوة، ومن جهتنا كجهاد إسلامي لا نريد أن نضع عراقيل أيضا أمام أي جهد يبذل من أجل تعزيز نضال الشعب الفلسطيني وحشد إدانة لإسرائيل وأمريكا. نحن لا نضع أي عراقيل في هذا الإطار، لكن لا يجوز المبالغة واعتبار أن ما تحقق في الأمم المتحدة هو غاية المنى وغاية الأهداف. لا، هذا يمثل شيئا بسيطا جدا في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني الطويلة. نعم، كيف تنظرون إلى المفاوضات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل؟ هل أنتم مع هذه المفاوضات أم ضدها؟ نحن طوال الوقت ضد التفاوض، وقلنا إن اختلال موازين القوى ينتج أوضاعا مختلة على الأرض، ولا يمكن أن ينتج عنه مبادرات منصفة وعادلة. وهذا الأمر تمثل في كل الاتفاقات التي وقعها الفلسطينيون ووقعتها أطراف عربية أخرى مع إسرائيل، لم تكن هناك اتفاقات عادلة وموضوعية ومنصفة، بل كانت مجحفة بحق شعبنا وحقوق الشعوب العربية الأخرى. المفاوضات بعد كل هذه السنوات لم تصل إلى أي نتيجة باعتراف المفاوضين الفلسطينيين أنفسهم، باعتراف كبار المفاوضين المفاوضات لم تحقق شيئا يذكر، وبالتالي لا يجوز أن نستمر في طريق ثبت عقمه، ولا يجوز أن نستمر في نفس السياسات التي لم تحقق شيئا من أهداف شعبنا. نعم، ولكن اليوم حماس تفاوض إسرائيل وبطريقة غير مباشرة وأسمتها أنها مفاوضات إنسانية. نحن لا نريد التعليق على هذا الأمر، خاصة أن الإخوة في حماس ينفون بشدة هذا الأمر. نعم، أشكرك دكتور نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.